كيعجبوك بحال التصاور ولكن ما كيجيوش كيف بغيت انت، اولا كتسين حتى يكون الغروب اولا الشروق باش تصور بحال التصاور. في هذا الفيديو غنوريك كيفاش تقدر تزيد الاشعه ديال الشمس غير من الفوتوشوب اي وقت بغيت. شنو كتسنى؟ لايك الفيديو ويلا نبداو. جنتلمان مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. كيجوني دي ميساج كيقول لك علاش سمحت في سلسله فوتوشوب. رجعنا لسلسله فوتوشوب، انا ما سمحتش فيها وما عمرني ان شاء الله ما غادي نسمح في هذه السلسله هذه حيتاش كنبغيها بزاف هذه السلسله هذه. فوتوشوب عشق لا يوصف وما عمرني غنسمح فيه ان شاء الله، غير هو غنديروا كل حق وحقه، مره تليفون مره في بي سي مره كاميرا مره تليفون كيفاش تصور كل مره كيفاش دروس مختلفين. داكشي علاش ماشي كنسمح فوتوشوب. المهم في هذه الحلقه هذه غادي يكون درس على الفوتوشوب كيفاش تزيد الشمس تصاور ديالك. قبل ما نبداو الدرس من طبيعه الحال ما تنساش تخلي واحد لايك، تخلي كومونتير لتحت تكتب فيه اي حاجه بغيت، وتشترك في القناه اللي باقي ما مشتركش واللي ما عندوش الانستغرام ديالي هو غيطلع دابا في الشاشه اولا غتلقاه في الديسكريبسيون. دخل عندي الانستغرام غادي تلقى بزاف لي بوست حتى هما كيهضروا فيهم بزاف المعلومات ابار لي فيديو اللي كندير هنا في يوتيوب كاينين حتى تما في انستغرام. ولا حتى جيتي سؤال مرحبا على الراس ولا عين. باش نوريكم كيفاش تقدر تزيد الشمس غير من الفوتوشوب خاصنا نرجعوا اللور باش نبداو السكرين في البيسي. باش نرجعوا اللور نردو هذه بحال هكذا وغنحسبوا 1 2 3. توحشت الفلوغين داكشي على صورت بهذه الطريقه هذه. المهم هذه الكاميرا ما غاديش نحتاجو بها دابا، غنحتاجو سكرين في البيسي، غنسكرينو في البيسي غنشرحو الدرس في البيسي. بسم الله على بركه الله نبداو الشرح ديالنا. بدينا سكرين دابا فوالا، ديجا شرحت كيفاش تدخل تصويره للفوتوشوب كيفاش تفتح فوتوشوب. إذا بغيتو ترجعو تشوفو كيفاش كاين في الفيديو الأول على سلسلة ديال فوتوشوب، أنا اختاريت التصويرة هادي اللي غادي نخدم عليها من طبيعة الحال وغادي نصايبو، غادي نوريكم كيفاش ديرو هاد الفلتر هذا دقة بدقة، تبعو معايا إيطاب بار إيطاب، وكاع داك الأرقام اللي غنعطيكم جبدو ورقة وستيلو دابا، حطو حداكم ورقة وستيلو وكتبوهم باش تبقاو عاقلين عليهم ديما حيتاش صعيب تبقاو عاقلين عليهم. المهم غتكتبوهم في ورقة وستيلو باش ديما تطبقوهم فاش بغيو. فوالا أول حاجة عندنا غنجيو غنكليكيو هنا غادي نختاروا الجريدينتس، غنفتحوا جريدينت غادي نجي نكليكيو هنايا في هذه البلاصه هذه كيف ما هكا. دابا هنايا عندنا 100% ديال لوباسيتي وهنا عندنا 0%. الا كان هنا عندك 100% وحتى هنا 100% غتكليكي على هذه هنا وغادي يزرد لوباسيتي 0%. ضروري باش يعطينا داك الفلتر ديال الاشعه ديال الشمس. اول حاجه غتكليكي هنا على هذا اللون هذا، غتكليكي على كالر، هنا غتكتب الكود اللي غادي نقول لك دابا، غتكتبو كيف ما هو اف دي اف 8 دي او هكذا، غتكليكي على اوكي. هذا الكود هذا كتبو في ورقه باش تبقى عاقل عليه. اوكي غادي تجي غادي دير هنا غادي تزيد اجوتي واحد الكالر اخر جديد، نفس العمليه تكليكي هنا في الكود غادي تكتب اف سي او 3 9 اف اوكي. عاوتاني نفس الشيء غادي تجي هنا، حاول تكون المسافة ما بين هذا وهذا نفسها هي ما بين هذا وهذا. كالر غتكتب عاوتاني الكود اف اف بي سي 8 اوكي. غادي تجي هذا بعيد عليهم واحد شوية، غتكتب فيه اف بي 94 76 غدير اوكي. هنا في هذا الاخر كاع غتكليكي غادي دير 83 83 83، ساهل هذا بزاف كاع تقدر تبقى عاقل عليه. فوالا من بعد ما غتساليو ما عطاناش داك لي في اللي كنسينو من طبيعه الحال، غادي نديرو اوكي نديرو بلاصه هاد لينير راني نديرو راديال، يعني غادي يكون دائري الجريدينت على شكل دائري. يمكن لك تحرك هكا هي كيف كتشوفو عطاتنا الشمس هادي، هادي كتبان بحال الشمس غير هي مازال خاصها واحد التعديل بسيط. غنكليكي ولا اوكي غادي نجيو لهاد المود هذا اللي فيه نورمال، غنجيو لهاد المود وغادي نديرو هارد لايت. هانتوما كيف كتلاحظوا من نورمال لهارد لايت ولا سوفت لايت على حسب انت شنو بغيت، كيفاش بغيت واش يكون ضوء يكون باين مزيان اولا شويه ديرو هارد لايت. ويمكن لك تحكم حتى في الاوباسيتي ديال الجريدينت بهذه الطريقه هذه. غادي نكليكيو جوج المرات على هاد على هاد البلاصه هذه، ويمكن لك ديك الساعه تحكم انت في الجريدينت ديالك الا بغيتي يجي الجريدينت بحال هكذا، تحكم في لونغل تحكم في سكيل. فوالا ها انت كيف كتشوف تحكم انت عينك ميزانك وشحال
فين بغيت تحط الشمس، فين بلاصه، فين بغيت دير الشمس. المهم هنا ويمكن لك تحرك الشمس ديرها هنا او لهنا، كتعطي واحد ليفي ديال الشمس 100% كيتبان بحال اللي واقعيه. من بعد ما كتساليو كتكليكي اوكي. الا بغينا نزيدو شي روتوش من عندنا، ديجا انا عندي واحد البراش هنايا، حطيت واحد البوست في انستغرام كيفاش اجوتي براش عندك في الفوتوشوب. مهم احنا غادي نختاروا واحد البراش هذه هنا، نديرو هنا نيو لاير، نفتحوا لاير جديده. هنا عندنا البراش دير نديرو دابا الكالر، نخليو الكالر اورانج ولا صفر. غادي نديرو مثلا هنا فهاد البلاصه هذه، غادي نجيو نطلعوها شويه بحال هذه الطريقه هذه باش تبان هنايا. غادي نبدلو النورمال، غادي نديرو كالر داتش بهذه الطريقه هذه. يمكن نتحكموا حتى في الاوباسيتي ديالها. انتما كيف كتشوفوا كتعطي واحد ليفي اللي زوين، يمكن لك انت تتحكم فيها كيف بغيت نتايا. فوالا دابا كنكونوا سالينا الدرس ديالنا، نطبقوا هذا الفلتر هذا نطبقوه على تصويره واحده اخرى. انا اجيتي دابا تصويره واحده اخرى اللي غنجربوا عليها الفلتر هي هذه. ها هو الفلتر عندنا هنا، نكليكو باش نرجعوا الشمس لهاد البلاصه هذه ونصغروها شويه بهذه الطريقه هذه. نبدلوا السكيل هكذا، وانتما كيف كتلاحظوا كتبان بحال الشمس واقعيه هنا، ها هي فهاد البلاصه هذه، وعاد كتعطي الاشعه ديالها فهاد البلايص هذو. انت يمكن لك تحكم في السكيل كيف بغيت. هذه بالنسبه لهاد الصوره، نخليو السكيل غير حد هكا بحال هكذا. يمكننا نحركو الشمس هكا فوالا، نبدلو السكيل، نزيدو نقصو السكيل شويه، نخليوه حد هنا فوالا. هانتوما كيف كتشوفو بلا فلتر، بالفلتر. بهذا كيكون سهل الشرح ديال هذا الدرس هذا، كنتمنى يكون فاتكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا كيفاش تقدروا تزيدوا الشمس بالفوتوشوب. مازال دروس اخرى ان شاء الله في الفوتوشوب. كنتمنى منك تهبط تخلي واحد لايك، تخلي كومونتير، وتشترك في القناه الا كنت باقي ما مشتركش. تهلاو في راسكم، كيف كنقول لكم ديما اللي جاي غادي يكون احسن. معكم اسامه، تهلاو في راسكم. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track, no, no. Too many things have been building, been hard to deal with, I just been dreaming. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I'm